عوامل كتير بتأهلك للنجاح، عشان كده زيت ريبسول اختيار مارك ماركيز بطل سباقات موتو جي بي لأنه يكون الأفضل. وانت كمان خليك جاهز، زيوت ريبسول دلوقتي في مصر. السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي يا جماعة ده أبديت على الموتوسيكل ده. سبق يا جماعة وصورنا الموتوسيكل ده قبل كده ووضحنا ان فيه منه اصدارين، هوجن ايفو 200 و 150، في منهم اصدارين. اكتر حاجة تتسأل على القناة الفترة دي هو الموتوسيكل ده. الموتوسيكل ده لسه نازل دلوقتي، دي دفعة تانية ليها، والدفعة التانية حسنوا فيها بعض الحاجات. فخلينا اقول لكم التحسين وناخد بشكل عام عليه كده، وبعد كده اقول لكم ايه تفاصيل الاسعار والكلام ده. طيب سبق واتكلمنا على المواصفات بشكل سريع، ان هو الموتوسيكل بيجي 150 او 200، كلهم نظام الحلقة بتاعهم كاربيراتير، وكلهم عندهم المنافلة دي. طبعا المنافلة دي اتحطت في الاصدار الجديد، الاصدار القديم ما كانش فيه، ودي احد التعديلات الكويسة اللي عملوا فيها. الفرامل الامامي ديسك وفرامل الخلفي ديسك، العدالات طبعا ديجيتال، فدي حاجة كويسة. طب ايه التعديلات اللي عملوها هنا عشان احنا نكون قصيرين في الوقت؟ يعني طبعا زي ما انتم شايفين هنا الشكل، ما عملوش اي تعديل قوي، ولكن هنا غيروا التانك وحطوا الجزء الهجومي ده، الحتة الاكتاف دي، اكتاف الفايبر. فبصراحة بقى شكلها نسبيا هجومي جدا، خصوصا الاكتاف دي بتيجي في الموتوسيكلات الغالية. تاني حاجة فصلوا الكرسي، الكرسي كان الاول متصل بقى شكله رخم شوية فخلوه رياضي، هو دلوقتي بقى مفصول من هنا، فدي حاجة كويسة جدا جدا في التعديل بصراحة. حاجة كمان عملوها وهو الجدون، الجدون بقى تعديل، بقى طلعوه فوق شوية هنا، فبقى زي ما انتوا شايفين كده. لما يطلع الجدون لفوق ده بيخليك تخلي ظهرك مفروض اكتر، فبتبقى مستريح اكتر. فدي التعديلات اللي عملوها. عدلوا ايه كمان؟ عدلوا الجزء ده، ده اللي هو ايه اللي بيتحط هنا، الانجن جارد ده يعني. كل دي حاجات اتعدلت في الموتوسيكل. للتذكير بس خلينا ناخد لكم لفه بسرعه عليه ونعرفكم بعض الامكانيات اللي موجوده فيها. عندنا ده الكاوتش الامامي، اللي عندنا كاوتش الامامي مقاس 17 180. الكاوتش الامامي عندنا هنا طنابير ديسكات الاماميه، هنا الفانوس الامامي بتاع الراجل حلو ده اشاراتك، هنا الاكتاف زي ما قلنا. طبعا الموتوسيكل تبريد هواء فما فيش حاجه هنا بتاعت زيت. هنا عندك المحرك، محرك باين فيه المنافله بتاعته، باين الكربيراتير هنا. عندك هنا عندك الجاكمان، عاملين لك فيه حليه كروم مميزه جدا بصراحه، المكان اللي بتحط عليه الراكب الخلفي، وهنا الراكب الامامي رجلك. طبعا ده يا جماعه الاسم بتاع الموتوسيكل ايفو، وهتلاقوا وصف تحت في من الموقع الرسمي بتاع الشركة جميع بيانات الموتوسيكل ومواصفاته. هنا يا جماعة بيجي الكاوتش الخلفي، الإطار الخلفي نفس المقاس، وهنا في طنبورة بتاعت الديسكات الخلفية. هنا بتيجي عندك الأضواء بارزة جدا، يعني مش عارف، أنا مش مستلطف البروز ده، ولكن تمام. يعني عندك الإشارات هنا، مفيش ولا حاجة LED، علامة هوجن هنا حلوة، طبعا الحمالة دي كده، مكان اللي بيحمي رجل الراكب الخلفي او اللي تحط عليه رجلك كمان ممكن. بس هنا شكل الموتور التاني، ودي اغلب التفاصيل اللي موجودة هنا. طيب سعر الموتوسيكل ده فيه منه اصدارين، 150 و200، سعر ال 150 19.5. طيب ده كان ابديت الحاجات اللي طوروها في الموتوسيكل ده سريعا كده، ولو عندزين اي تفاصيل اسألونا تحت في الكومنتات، او روح شوف الفيديو الاساسي للموتوسيكل ده.